القمر يا ليلى؟ شايفاه يا حبيبي. شايفة النجوم يا ليلى؟ شايفاها يا بسيوني. شايفة القمر منور وسط النجوم يا ليلى؟ شايفاه يا بسيوني. شايفة كوبري قصر النيل يا ليلى؟ شايفاه يا حبيبي. شايفة الأسدين يا ليلى؟ عو عو. شايفاهم يا بسيوني. الله، شفت بتاع الترمس اللي هناك ده؟ شايفاه معاه القلة الساقعة. شايفة الجو الجميل يا ليلى؟ شايفاه يا حبيبي. ستوب، كلام الفارغ ده وايه يا استاذ ده؟ ايه اللي شايفه شايفه شايفه؟ انت شايفه نظره ضعيف قدامك ولا ايه؟ ما تشتغل يا استاذ، يلا شوف شغلك. حاضر، هخش في الموضوع. خش. حاضر، هشوف شغلي. بس يلا. انا ابي اول مره امثل واول مره احب. يلا كمل. يلا بقى مال. مثل. الدور صعب. مثل. شايفه جو جميل يا ليلى. تاني تاني الجو الجميل. انت يا جدع، انت ما انتش حافظ غير حكايه الجو الجميل دي. ايوه، قول حاجه تانية. يا اخويا بتعرف بتعرف ما بتعرفش. خد بال حضرتك، هي كلمه. اول مره امثل واول مره احب. طب خلصني. حاضر يا بني ادم، انت خدت من وقت كتير قوي. تهدي. يلا يا اخي، زملاتك مستنيين بره متلتلين على الباب. حاضر. دحلح مثل. يلا مثل. ليلى بسيوني، امبارح ما نمتش طول الليل. ليه يا حبيبي؟ اصل نمت الدور كتير. اي الكلام الفارغ ده؟ ده تمثيل ده بني ادم انت. بس مش كان فارغ. شايف المخرج؟ حسب الله. ماشيست. ايوه. يلا ماشيست. عاوز ايه يا مساعد البيت؟ طلع علينا الافندي ده بره. حاضر. يا بني ادم انت، يا بني ادم ده ابو شكات ضمن ده. يلا يا نجم وقفل. مش عايز لقيتك هنا تاني. يلا. وانت ست فولة. نعم. اتفضلي من غير ما ترد، استني بره وما نعوزك هنبقى نبعت. حاضر يا استاذ عبدو، ولو اني هقعد على نار. على نار ليك يا فلا الشر. الغسيل يا اخويا مرطرط في البيت، والعيال زمانهم مغلبين الراجل ابوهم. الله، وسيم خمر ما راحش شغل النهارده؟ لا يا اخويا، واخد اجازه مرض النهارده علشان يقعد بالعيال. عن اذنك يا استاذ. مع السلامه ست فولة. ايه يا استاذ؟ وبعدين بقى حسب الله. وبعدين خلاص، انا طرقت لفندي. مفيش ولا وشوش جديده عجبتني ولا وجه جديد. ما استاذ الحق عليك، انا خلاص طرقت على كل حال الجلع بقول له ده وكسرت وراه زير. انا بقول لحضرتك الحق عليك عشان انت يعني محبكها قوي. دلوقتي امتحان تيجي 687 ممثل، مفيش ولا واحد منهم عجبك. ايه يعني؟ هي حكايه لازم يعني حكايه المضمون دي؟ بقول لحضرتك الشكل الاول. شكل ايه يا عديم المنظر؟ انت هتفهمني؟ اهم حاجه هي المضمون. الله، ما بقاش اللي انت تفهمني يا حته مساعد تاني. ولا انا يا استاذ، انا مساعد اول. لا تاني. وربنا انا اللي اقول ان كنت تاني ولا اولاني. علي. خلاص. الله، انا الاستاذ التحفاجي، انا اللي افهم في كل حاجه. تقول لي شكله ومنظر. انا بقول لحضرتك يعني حكايه نشوف شكله الاول وبعدين يعني نبقى شويه الثقافه دي، يعني نجيب له كده 10 15 30 مدرس خصوص. مدرس ايه ومدارس ايه؟ احنا نفتح نحو اميه. وماله يا استاذ؟ ويعني من الواحد يعني انت حضرتك يعني انت حبالك سبع عند ربنا حتى. يعني انت حضرتك واخد شهادات يعني؟ انا اي نعم، ما عنديش شهادات علوميه. انما يعني الحياه والتجارب وال500 فيلم اللي انا عملتهم دول، الافلام دي كلها علمتني كتير قوي. اهو كل الحاجات عملتها اهو. الحمد لله، وادتك في ده يا قوي يا ابني. ده انا صاحب مدرسه في الاخراج. طبعا. مدرسه اسمها ايه؟ اظن دي يعني اسمها روضة اطفال الاخراج الخاص. اخرج بلاش اللي في حياه. بتتكلم ازاي؟ فاكرني مخرج محلي؟ الله. انا ما طلبوني بره عشان اخرج. وخرجت؟ لا. ليه؟ اصل عليا حكم نفع. الله يا استاذ، قول لي انت ما دفعتش حكم نفع لسه؟ هدفعه منين يا ابني؟ ما الحاله زي ما انت راسي، ما ديك شايف اهو. هجيب منين يا اخوانا؟ يا عالم. والله يا استاذ الحاله، ما هي الحاله زي الزفت يا استاذ. وجه يا ناس، عايز وجه جديد يا عالم. مفيش وجه جديد يا ناس. هنفضل قاعدين كده نلش، مش هنعمل الفيلم يا ناس. ايه دي؟ انما جيت للحق والله يا استاذ. فيلمك الاخراني ده
كان اخر غرام وربنا المعبود اخر حلاوه حاجه زي القرف. ايوه قصدك على جريمه خلف عشه الفراخ. لا ده الاولاني، انا بقول لك الاخراني ده. ثوران واللي قلنا ما كلهم بتوعي مش انا اللي عاملهم. والله العظيم جيت للحق يا استاذ ان الفيلم ده يعني خلى الناس ماتت من العايط، فاهم؟ ماتت من العايط والله. يعني قعدوا عياطوا. والله لازم بقى عشان الفواجع اللي جوه الفيلم. والميلودرانا اسمها ايه؟ الميلودرانا اسمها الميلو درانا. ميلو الاولاني. لا ده بتعيط يا استاذ عشان الفلوس اللي دفعتها. لا يبقوا ما فهموش الفيلم. ليه؟ اصل الفيلم ده كومبليكس. كومبليكس؟ معقد خالص، وانا عامله كده معقد على طريقه صاحبنا زميلنا الامريكاني اللي اسمه هاتشكوكو. هاتشكوكو بتاع المونولوجات. عارف انا كمان. الحقيقه يا استاذ والله العظيم الفيلم كان زي حاجه، ما فيش كده خالص. لكن ناقصه يعني ايه؟ ناقصه اخراج وتصوير ومونتاج ومكساج والجمهور المتفرجين وده خلاص كويس قوي. سلام لو كانت الحاجات دي كملت وربنا كان بقى فيلم الموسم. انما بقى ما فيش حظ، ما فيش حظ يا عالم، ما فيش حظ يا ربي. اعمل ايه بس؟ كل ما اعمل فيلم ما لقلوش الحاجات دي. انت بتعيط يا ماشي. ايوه جاي. هات لنا يا ابني الفوطه من عندك نمسح الاستاذ دموع. معلش ايه سلامته بيمثل النهارده ليه؟ لا يا ابني افتكر اخراجه عيط بيخرج دموع. اجري. معلش يا استاذ. مين عندك يا سيد اللي جه ده؟ يا مساعد البيت. في وجه جديد لم هات وجه استاذ. نشف دموعك. ايوه في وجه جديد جاي. طيب نشف. يلا طير طير. يلا هاتوا حالا. يلا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا على مهلك يا جدي. على مهلك. ايوه واحد. يا ايه يا ابني؟ يا جدي. يا ايه يا جدي؟ بقى ده اسمه كلام؟ ده بقى ده اسمه كلام؟ جدك ايه يا ابني؟ جدك ايه؟ طيب يا والدي اقعد. يا والدك ايه يا ابني؟ يا عمي ده انا يا ابني لسه ماشي في ال70. طب معلش اقعد. ده كل اللي يشوفني يقول لي ده انت لسه ما فوتش 16 سنه. طب اقعد يا اخويا يا صغير. ايوه كده على مهلك. سيبه يا ابني. ايه الزيطه والزمبليطه اللي انتوا عاملينها دي؟ ايه الزفه اللي انت داخل بيها دي؟ ايه يا ابني؟ هلا اقعد على الكرسي ده يا والدي. اقعد اقعد. إيه اقعد يا والدي. ايه يا اخويا؟ ايه والدك؟ بقى ده اسمه كلام؟ ايه عيب يا اخي. ايه والدي؟ اختشي. ايه اللي حصل يا بابا؟ ملوش لزوم الكلام ده. سيبني سيبني بيستفزوني يا اخي. إيه انا والدك. يا ايه يا اخي انا والدك برضه اسمه كلام؟ طيب معلش مش هزعل. اقعد يا عمي. يا ايه؟ اقعد يا ابني. يا ايه؟ يا ابني. ايوه كده. اقعد يا ابني. ايوه كده. اقعد اقعد يا ابني. الله يفهمك يا بابا على مهلك. وبعد يا ابني على مهلك. نخش في الموضوع بقى على طول. نخش يا ابني. سيادتك بقى تقول لنا على شويه سؤالات كده نسالها لك. ايوه اسال. انا تحت امرك. ايوه يعني انا بقول يعني ايوه عايز اسالك شويه سؤالات صغيره فنيه كده وانت تجاوب عليها. انا تحت امرك. انا تحت امرك. هو الشاب ده هو ده ابنك؟ ده ابني. ده هو ابني. تصور الناس هم ماشيين في الشارع بيقولوا علينا احنا الاثنين اخويا. كويس قوي. حتى هو اخويا الكبير. هو باين باين قوي. اقعد. قول يا والدي. ايوه انا عاوز اسال ابنك ده شويه سؤالات فنيه كده ممكن؟ اساله اساله زي ما انت عاوز. طيب اقعد. افندم يا استاذ. قول لي يا ابني. افندم انت مثلت قبل كده؟ هو مثل قبل كده؟ لا هو غاوي. هو غاوي. وابني عليك يا ولد. هو غاوي يسمع مزيكا. يتفرج على التلفزيون. يروح السيما. لكن انا بقى غاوي حاجه ثانيه. ايه سيدي؟ ايه غاوي؟ التويست. وش وتشتشا والهالي قالي. اسكت ده انا خنفس. اقعد يا خنفس. اقعد يا خنفس. عادوني يلا يا سيدي. قول لنا بقى. انا عايز اسال سؤال. قول لي يا ابني ايه هواياتك وايه ثقافاتك؟
وايه تعليمات؟ والله انا اصلي من هوايات. ما خلاص ما فهمته. انت بتستفزني. معلش عمي والدي اخويا. معلش طيب معلش يا ابني. معلش روق. معلش روق. ما هو انا لازم اسال سؤالات عشان البطل اللي جاي يمثل في الفيلم. طبعا تساله لازم. مين بس؟ اسالك انت يا اخي. تساله هو ليه؟ تساله هو ليه؟ مش هو اللي هيمثل في الفيلم. هو اللي هيمثل في الفيلم. هو ايه يا ابني؟ هو اللي جاي يمثل. انت بتمتحن هو ليه؟ امتحني انا. وامتحنك انت ليه؟ ما انا اللي همثل. ايه؟ حسب الله. يا راجل والله لو دي يا ابني. يلا يا جماعه هيمثل دور ميت. بابا يا حسن الله. يلا بلاوي ايه بتتحدد علينا دي؟ اتفضل يا سيدي شوف بقى اطلع لنا ايه. عايزين هنا وجه جديد يا ناس. وبعدين يا استاذ يا عالم مفيش ابدا وجه. هنعمل ايه؟ ما تشوفونا حاجه. ربنا يسهل على كل حاجه. ربنا يسهل ويرزقنا بحد وجه جديد تاني. فين بس فين؟ اهو وجه جديد يا عالم. وجه جديد يا ناس. ما هو انت اللي مصمم ان لو الوجه الجديد ما جاش الفيلم ما ينجحش. هبه تجري يا سايق. يا رب. حسب الله يا رب. اهلا وسهلا. يا رب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيكم. والله يا حضرات انا يعني ايوه انا جاهز. ايوه ده دي جاهز مش تفصيل يعني. ايه الكلام الفارغ بتاعك ده؟ حسب الله. ما تحترم نفسك شويه. الله احترم نفسك وقدام الناس. اديني البرستيج بتاعك اهو. انت ما تجيبش برستيج في بيتك. من فضلكم بقى. انا سؤال يعني. أيوة. هو مين في حضرتكم؟ ايوه انا سيادتك. ايوه سيادتك بقى. انا الاستاذ عبد الله التحفجي. المخرج السينماتي المعروف المشهور. هو ده بقى اللي انا عايزه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شايف كازوز؟ لا متشكر. متشكر قوي. طبعا سيجاره بقى. لا ما بدخنش. متشكر. ما بدخنش يا ابني. ده ايه اللي بتهببه ده؟ احترم نفسك يا اخي. يا اخي احترم نفسك قدام العالم. بلاش الحاجات دي. حاضر. معاك سيجارة؟ لا والله ما قلت لسيادتك ما بدخنش. متشكر قوي. سيجاره ايه ادي الواقعه السوده وما بيدخنش كمان. ده حاجه اللي... على كل حال اللي ما بيدخنش ده تلاقي صحته عال. بوم. يعني راجل رياضي. قول لي يا استاذ انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ ظريف قوي. زمهلاوي يا سيدي. اي والله. بس دلوقتي والله اصل بقى يعني الموضوع وما فيه. انا عايز اتكلم بقى في الموضوع وما فيه بسرعه كده عشان ما فيش وقت. تسمحوا لي بقى اقعد عشان نبتدي نتكلم في الموضوع. اقعد. ايوه. اجيب شاي؟ لا متشكر قوي. اجيب ينسون؟ متشكر قوي. دلوقتي بقى يا سيدي الموضوع وما فيه بقى. ايوه انا عايز اسالك شويه سؤالات الاول. ستك عايز تسالني انا؟ طبعا لازم اسالك سؤالات. ليه؟ عشان ايه؟ عشان الاستمحان. ما هو اصل يعني عشان تمثل في فيلم لازم نسالك قبل ما نكتب معاك اي عقد. لازم نعمل معاك. شوف بقى يا سيدي. اختبارات. شوف انا هسالك سؤالات. واول سؤالات هو ده اهو. انت شفت اخر فيلم انا ما اخرجته قبل كده؟ اخر فيلم؟ اخر فيلم ايه واسئله ايه بس؟ اسمع مش فاهم حاجه. خد المخرج على قد عقله. انت مش عارفه ده التحفاجي. طيب عشان اخلص موضوع انا. بس انت بقى ايه السؤال بقى تاني؟ انا اقول لك السؤال تاني. ايوه بالراحه اهو. ايوه يعني ما هو ايوه اخر فيلم شفته لي انا؟ لا لا بالراحه بالراحه. خد نفسك. دور السؤال في مخك وبالراحه وفكر وجاوب بسرعه. خد المخرج على قد اخراجه. ايوه اسمع كده. يلا يا اخوانا على مهلي ايه ومش مهلي ايه؟ براح. طب معلش قول سؤال تاني يا استاذ. دوروا في دماغك تاني. انا مش عايز اسمع اسئله بس. امال عايز ايه يا سيدي؟ قول سؤال تاني يا استاذ. معلش اهم حاجه السؤال غريب. اصلا مش صعيب. انت ما شفتش الفيلم الاخراني؟ انا ما بشوفش سينما خالص عمري في حياتي. ما بتشوفش سينما وعاوز تبقى ممثل؟ ومين جاي؟ لا انا جاي امثل. امال جاي ايه؟ جاي تعمل ايه؟ انا المحضر محمد درويش الحنفي جاي احجز عليك بحكم النفقه اللي عليك. يا ناس ارحمونا. بلاش الدوشه ده. اهو اهو هو ده. خدوا اعملوا العقد. هو ده الوجه الجديد ده. ينفع؟ هو ده اللي هشيل فيه. هشيل ايه؟ تعالى يا عم تعالى. انا عايز النفقه. النفقه انا عايز.